الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، إنني لفخور بأنني قد شرفت باللقاء معكم، وشرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية، وأن أقف أمام صدام بغداد هارون ومامون. ولا يهمني مثل ما يهمني أنه وال لبغداد، بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي، بغداد السلام والإسلام، بغداد الظفر والنصر، بغداد العز والمجد، بغداد الشرف والعلا. فإنني لفخور بأن أخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: إني لمن معشر نفنى أوائلهم، قول الكماة ألا أين المحامون. وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى الوقت حينما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد رأينا من الطرف الثاني المكابرة والمعاندة ظنا منهم بأننا ننادي إلى الصلح والسلام لأجل الضعف، لأجل النقص، لأجل القصور. ولكنهم لا يعرفون نحن لسنا من أهل القصور، بل نحن من أبناء الصخور. لا نخاف ولا نهاب. فحينما كان يجمع العراق إلى الصلح، كان يجمع مقتديا بسنة نبيه، متمثلا بأوامر ربه. لكنهم حينما عاندوا، فلينبغي أن يكون شعارنا: فلجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأنا أقول، وقد قلته مرات وكرات، وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان رسولي، وأحب العرب لأنهم حملة رسالة الله الخالدة، وأحب شعراءهم. فحينما ناداني الشيخ شيخي وأستاذي، كنت أقرأ قصيدة في قلبي قاله شاعر عربي أصيل، وكان ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق، حيث يقول: صفحنا عن بني زهل وكل القوم إخوان، أسل اليوم أن يرجعن قوما كالذي كانوا.
فلما فرها الشاه وامسى وهو عريان مشينا. يقول صدام مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. بضرب فيها توهين وتخطيط واكران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذل في اذعان. وفي الشر نجاة حين لا يلزيك احسان. هؤلاء القوم الذين لا يعرفون الا لغه الصيف فلينبغي ان يكون السيوف معلقه على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف ابطاله البهده الذين قلت فيهم ما قلت. فنكبوا عنهم درع العادي وداروا بالجنون من الجنون. فالذين قلت فيهم فلت نفسي وما ملكت يميني، فواري تصدقوا فيهم ذنوني. فوارث لا يملون المنايا اذا دارت رها الحرب الزموني. ولا يرعون اكناف الهوينا، تقتلون ابناءكم في ايرانكم. الذين لا يرعون علا ولا ذمة في ابناء جلدتهم كيف تتوقعون منهم خيرا؟ فانا اقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بان يرفع صدام في جبهه راية جده رسول الله وينذر برب الكعبة. نحن براءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من برائه قاطبة جنوده وعساكره. فليرفع راية جده محمد، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد، وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرصفة. وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر. وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد. وكان حق قلنا علينا نصر المؤمنين. وانا اقول بانه قد جاء الوقت حين يسقط انظمة الاملاء، املاء الصهيونية، املاء الامبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بان الفارسيين ضدك، أن الأشرار ضدك، أن الأسد ليس بفارسي، وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الأبرار وراءك. إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، إنك لمنتصر. لأننا لم نسمع عنك، ونحن في بلادنا باكستان، ونحن في أقصى العالم لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لنبلك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفتقون، فحينما هم يفجرون ويفتقون أنت تقاتل وتجاهد وتناظر. ايقن تماما ان نصر الله العاد، ان بغداد لا تتلطخ بدمائها، وان ابن الالقمي قد دفناه تحت السريح. لن ياتي يوم يبرز من العراق ابن الالقمي واعوانه. ان شاء الله يبرز من العراق
رجال النحران الذين يكفرونك لا يعرفون انك لم تجمع حولك الا براهين الا الطاها الا العبادله، فمن يكون عاشيته الفاضل كيف لا يكون افضل. انا اهنئك وانا عائدك نيابه عن القاده الامه الاسلاميه، القاده هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أهنئك وأقول لك تقدم، فإن أمك حينما سمتك قداما لم تسمك عبثا، كان الله يعرف بأنك تصدم الباطل فتصمت أمامه. اسمك رمز للثبوت ورمز للصداع، نحن وراءك. ولا يظنن عراقي مسلم لأنه في هذا القطاع وحده، نحن بقلوبنا بأرواحنا بأذهاننا ضعيف تماما، لا يعطينا خبر عن هذه البلاد. يقلق مفاجعكم إلا ويقلق مزاجع، لا ننام طوال الليالي طوال الليالي ظنا وبخلا بكرامة العراق وحدها. إن شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها عالية فبالقرآن ترفع ترتفع وبالله تغلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واقول في اخر كلامي ان القوم جربوك وتستطيع ان تقول فلو سالت صراط الحي قلنا على ان قد تلبن من زماني لقبها ذبو احساب قومي وأعدائي، فكل قد بلغني. هكذا تتوهج الكلمات والمهج والأرواح تحلي شعب العراق وقائد العراق